بسم الله الرحمن الرحيم. سعدنا اليوم بمشاركتنا في هذا المؤتمر عن تمكين المرأة وتواجد المرأة في مجالات مختلفة كمجال الطيران. كان حديث اليوم عن كيفية توعية الجيل القادم على أهمية الدراسة والتعليم والاستدامة كذلك، وأهميتها لمستقبل وفكر واعي من ناحية البنات والشباب كذلك. اليوم تطرقنا إلى العديد مع تواجد العديد من المتحدثات عن تمكين المرأة في المجال إدارة الأعمال والمجالات المختلفة، وليس فقط من ناحية المساواة ما بين الرجل والمرأة. اليوم تواجدت المرأة كزميلة وكأخت وصانعة للأجيال، فأتمنى من الجميع مشاركة طيبة في يوم كامل، ونفيد ونستفيد ونفيد المجتمع خلال مشاركاتنا هذه. الدكتورة المهندسة سعاد سلطان الشمسي، أول مهندسة طيران إماراتية وأول باحثة في علم الطيران، مستشارة الطيران لثالث أكبر مطار في العالم وهو مطار أبوظبي الدولي.